ما زلنا معكم مشاهدينا الأعزاء، نرصد ونتابع ونحلل مجريات الأمور وفرز صناديق الاقتراع، وتتوالى وتتتابع النتائج ونحن معكم خطوة بخطوة. معي في الاستوديو الآن للتعليق على وجود المراقبين ومدى شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتواجد المندوبين عن المرشحين وأيضا الجهات المراقبة والمتابعة المعنية بالأمور الانتخابية، معي في الاستوديو الأستاذ محمد محيي، مدير حملة حرة نزيهة ومدير حملة شارك، وهي حملة شارك وراقب سابقا. أهلا بك أستاذ محمد معنا، وأيضا أسعد بوجود الأستاذ أيمن سرور، الخبير الدولي لمراقبة الانتخابات. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا بحضرتك، أنا السعادة. طب أستاذ محمد، نبدأ يعني من ناحية الرقابة والمتابعة، ما هي الصورة التي كانت عليها الانتخابات في اليومين الماضيين؟ والله الصورة اللي كانت موجودة على الانتخابات يمكن هي أكثر تنظيما بكثير من الانتخابات البرلمانية، لو عقدنا مقارنة بين الانتخابات البرلمانية الأخيرة والانتخابات الرئاسية هنجد أننا ونحن في المرحلة الأولى من هذه الانتخابات أكثر تنظيما، أعمال اللجنة العليا أكثر دقة وأكثر انتظاما واتساقا مع الواقع. المخالفات والانتهاكات الموجودة ومنها خرق الصمت الانتخابي كانت موجودة لكن بصورة أقل كثيرا من الانتخابات البرلمانية. أعتقد أن العملية الانتخابية في مجملها مش حابين نعطي صورة كاملة عنها، لأن لدينا ما زال جولة الإعادة وما زال الفرز وإعادة النتائج ما زال بيتم. أعتقد أنها مقبولة ومرضية بشكل كبير، وأعتقد أن ما حدث فيها من بعض الخروقات لا يؤثر على نتيجتها بأي حال من الأحوال. نعم، يعني الصبغة النهائية أو الصورة النهائية لهذه الانتخابات أنها كانت أقرب إلى النزاهة والشفافية إلى حد كبير كما وصفها المراقبون. نعم. طب أستاذ أيمن، يعني هناك من يشكك في بعض النوافذ ل إن كان هناك بعض الخروقات. نعم. داخل الكشوف او في الكشوف الانتخابيه. نعم. هل نعم. لذلك من دليل واقعي رصدتموه؟ نعم. كان هنالك يعني الكثير من الخروقات، ليس فقط في الكشوف، في امور اخرى فيما يتعلق بالكشوف تحديدا. خليني ادي حضرتك وقعه محدده على سبيل المثال. هنالك احد القضاه في لجنه فرعيه في الفيوم الغى بنفسه 20 صوت من الكشف الانتخابي من لجنته لانهم من افراد الشرطه والقوات المسلحه. لما سالوا المندوب بتاعنا في عالم واحد فسالوا، فبيقول له حضرتك لغيت دول من التصويت ليه؟ فقال لهم افراد جيش وافراد شرطه. كان الراجل واضح كده اهو. معنى هذا ان هنالك عدد من افراد الجيش والشرطه، واحنا بنفرض حسن النيه بطبيعه الحال، لا استطيع التحدث عن عدد باي حال من الاحوال، لكن في تقدير الشخص ومن اللي شفناه من بقيه اللجان نادي كانت حاله قليله او حالات قليله اللي حصل في الفيوم، ربما في محافظات اخرى لكن اعداد قليله جدا. الجزء الثاني طبعا هو المساله الشهيره جدا، المتوفين اللي لحد دلوقتي ارواحهم لا زالت بتطارد الكشوف الانتخابيه، ويبدو انهم عايزين يشاركوا في العمليه الديمقراطيه حتى بعد ما توفوا، لا زالوا موجودين ومحدش قادر ينقيهم لسبب او لاخر. اكثر من وقعه الحقيقه رصدناها امبارح ان مواطنين، مش مراقبيننا الحقيقه، يعني المواطنين بنفسهم، حضرتك رايح بتنتخب فتفاجئ باسم الوالد او اسم الوالده موجود جنب اسم حضرتك بالكشف، توفاهم الله ورحمه الله عليهم، فتخش تعمل محضر عند رئيس اللجنه، ومشكورين الحقيقه كل رؤساء اللجان كانوا بيعملوا محاضر بدوت وبيثبتوها في الاوراق بتاعتهم. لكن خليني افرق يعني او اكون واضح في مساله نزاهه وشفافيه الانتخابات، لان دي مساله تتعلق بمدى شرعيتها وقبول الجميع ليها. بوضوح شديد هذه الانتخابات لم تشهد تزوير. بوضوح شديد هذه الانتخابات لم تشهد تزوير مادي وتزوير إرادة ناخبين، ده صحيح. جزء تاني، لم تشهد عنف يؤثر على إرادة ناخبين، دي مسألة أيضا في منطقة أهمية كنا بنشوفها زمان قبل 2011، وخلاص الحمد لله نأمل إن احنا ما نشوفهاش بدءا من الرئاسة وفي القادم، فدي مسألة في منتهى الأهمية. مسألة الخروقات سواء كانت الكشوف، سواء كان أفراد جيش أو شرطة في الكشوف أو غيرهم من الناخبين، أنا أعتقد دي مسألة نسبية ليها أهميتها، ليها أهميتها في ظل تقارب نسب الأصوات المرشحين عند النتائج النهائية. هتفرق جدا لما أنا أقول إن في مرشح زي المرشح أحمد شفيق اخترق الصمت الانتخابي بوضوح بمؤتمر صحفي ولم يتخذ ضده اي اجراء، بينما اخرين التزموا. هنا هيبقى في فرق خصوصا في ظل تقارب النتائج. طيب، ينضم الي عبر الهاتف الان الصحفي عماد سيد، مدير محتوى الكتروني وخبير في استطلاعات الراي. استاذ عماد، اهلا بك معنا.
اهلا بيك، اهلا بيك. طيب استاذ عماد، يعني انت تابعت بالتاكيد مجريات الامور في يومين العمليه الانتخابيه، هل هناك اي ملاحظات على المخالفات، وهل كانت استطلاعات الراي قريبه الى الواقع الذي تشير اليه النتائج التي اعلنت حتى الان؟ خليني اقول لك ان اغلب استطلاعات الراي اللي تم اجراءها اثبتت ان هي بعيده عن الواقع، او ان العينات اللي تم اختيارها كانت عينات غير صحيحه. ده في المجمل العام، ده لا يعني ان كل الاستطلاعات كانت بهذا الشكل، ولكن في المجمل العام اتضح ان النتيجه ما لهاش علاقه خالص بالواقع. النتائج توقعت تقدم حمدين صباحي وعبد المنعم مفتوح، واحنا النهارده شايفينهم بيتصارعوا على مين فيهم اللي يعدي الفريق احمد شفيق، وده ما كانش موجود اصلا في كتير جدا من استطلاعات الراي. فالمشكله ان احنا يعني مساله استطلاعات راي تحولت من استطلاعات المفروض انها تقترب من الواقع لمجرد امنيات، فتحولت الامنيات الى شيء احنا تصورنا ان هو واقعي، والناخب المصري اثبت ان الكلام ده كله غير صحيح. طيب استاذ عماد، يعني بالنسبه للتواجد الشرطي والقوات المسلحه في حرم الانتخابات، هل كان تواجدا ايجابيا ساعد في تيسير العمليه، ام ان هناك بعض المعوقات التي فرضتها يعني الظروف الامنيه؟ والله بص، يعني في المجمل العام يعني بخلاف بعض الحوادث الفرديه، كان الوجود يعني ادى الى تامين العمليه الانتخابيه بشكل ممتاز. وده هيرجعنا تاني لو نفتكر لموضوع الزرار الاون والاوف، لمساله البلطجيه والطرف الثالث و بيختفوا في الاحوال اللي زي دي، فيبدو ان في حد عنده امكانيه الوصول لهذا الزرار، فبيدوس عليه في الاوقات العصيبه اللي زي دي اللي هو لازم يختفوا. فاعتقد ان وجود الجيش والشرطه في هذا الوقت ادى لاختفاء هؤلاء تماما يعني، وطبعا ادى الى يعني احساس الناخب بنوع من الامان. ده لا يعني طبعا ان هم لم يعني وجودهم لم يؤثر على العمليه، لا بالعكس، في بعض الحالات تسبب وجودهم في ابطاء العمليه او تعطيلها الى حد ما عن عمد او غير عمد، هذه مساله اخرى يعني، ولكن في المجمل العام لا يعني كان جهدهم مشكور طبعا. ارجو لو تبقى معي استاذ عماد، اتحول الى الاستاذ محمد محيي مدير حمله حره نزيهه. استاذ محمد، بالنسبة للنتائج المعلنة حتى الآن، يعني معظم المؤشرات تشير إلى أن التصفية النهائية ستكون بين مرسي وبين شفيق. كيف تتخيل هذه الإعادة؟ هل من الممكن المرحلة القادمة، فرق أسبوعين من تاريخ الإعادة، هل من الممكن أن حملات دعائية بشكل معين ترشح مرشح دون آخر عند الجماهير؟ والله هي كيفية طرح كل مرشح منهم نفسه في صورة مرشح الاغلبيه، هي دي الازمه اللي هتبقى موجوده امام هؤلاء المرشحين. الاثنين عندهم تحفظات وعندهم اشكاليه كبيره قبل بدء جوله الاعاده، اذا يعني انتهت النتيجه النهائيه بهذه النتيجه، احدهما كان واضح جدا ان اللي هو في الصوره الذهنيه هو مرشح النظام السابق او مرشح الفلول، الاخر مثقل بفكره الاستحواذ وكيف ان الجماعه او جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله يريدون الاستحواذ على كل مقاليد السلطه في الوطن. الخروج من المأزق بالنسبه اليهم هو كيفيه طمأنه الشارع والقوى السياسيه ان هناك اعاده مراجعه للمواقف، سواء على مستوى المرشح محمد مرسي او على مستوى الفريق احمد شفيق. كيف سيستطيع ان يرسل رسائل طمأنه للقوى السياسيه؟ كيف سيستطيع ان يعيد صياغه ملامح برنامجه الانتخابي وإعادة طرحه في مواجهة الآخر؟ لأن أصبحت الحكاية هنا ثنائية، ماذا سيقدم كل منهم للقوى السياسية الموجودة على الأرض للطمأنة؟ ماذا سيقدم للمواطن لحثه على انتخابه؟ هي دي المعادلة اللي لابد أن الاثنين يجيبوا عليها في هذا الأمر. أعتقد أن لابد أن يكون، بس هننتظر طبعا بعد نتيجة النهائية وإعلانها، لابد أن هما الاثنين يرسلوا رسائل طمأنة للشارع المصري، لأن أعتقد أن وصول الاثنين كان هو بيمثل لدى العديد من المواطنين السيناريو الأسوأ. فحتى لا نفقد هذا المواطن الذي تخيل أن هذا هو السيناريو الأسوأ، لابد من إعادة طرح تعيد هذه الثقة، تعيد الطمأنة، لأن أكثر ما نخشاه هو فكرة ألا يتم الرضاء بالنتائج، وده أكثر ما نخشاه في تجربة نتمناها ديمقراطية حتى النهاية، وده اللي احنا كلنا بنحاول. طيب لكن استاذ ايمن، هناك ايضا من يتصور المعادله في صوره ثوره او لا ثوره،
يعني ممثل للثورة وممثل للنظام السابق. يعني كيف سيتعاطى الجمهور مع هذه المعادلة؟ خلينا نروح على مسألة مهمة. يعني سؤال حضرتك طرحته على أخونا الأستاذ محي فيما يتعلق بمسألة الفترة اللي جاية والدعاية وخلافه. أخشى ما أخشى إن هيكون في نوع ليس فقط من الاستقطاب ولكن الاستخدام الشديد للدعاية الدينية وأماكن العبادة خلال الأسبوعين اللي جايين. لأن المسألة خلاص ما بقاش فيها زي ما بيقولوا هزار، بقى فيها يعني ند واضح أو منافس واضح، وكل الوسائل بقت مفتوحة. التقارب الشديد في الأرقام اللي إحنا بنسمعها كلا المعسكرين، لا أتحدث عن معسكر دون الآخر، كل منهم خلاص أنت بتكلم يعني زي ما بيقولوا ماشيين على تعبير أخونا محي كتف بكتف. فإذا مردوده عند الشارع لازم يفرق، لازم يحس بنوع من الثقة النفسية عنده كمرشح من خلال الناخبين، فيستخدم كل أسلحته. الجزء الثاني في مسألة ثورة أو لا ثورة، أنا ما أقدرش كمراقب أن أنا أجاوب على السؤال دوت لأني هخش في يعني أحد المرشحين ضد الآخر، لكن أعتقد المسألة كمواطن مصري كشاب مصري شارك في الثورة واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس، واضح من هو مع الثورة ولو جزئيا ولو متأخرا مع من كان. طيب ليس مع الثورة. طب هنا هسأل الأستاذ عماد سيد الصحفي ومدير محتوى إلكتروني. الأستاذ عماد، يعني إذا كان هناك من ينظر إلى أحمد شفيق أنه منتسب إلى النظام السابق وأنه كان المفترض أن يعزل عن الدخول في هذه المنافسة، هناك من يقول ذلك ودعم ذلك، فكيف حصل على كل هذه الملايين من الأصوات؟ ألا يستدعي ذلك السؤال أن هناك من كان لا يؤمن بالثورة لكنه كان يسير مع الركب حيث صار أيام الثورة حتى الآن؟ كلامك صحيح طبعا. وخليني أقول لك على حاجة، يعني إحنا كناس بنشتغل يعني في المجال الصحفي لنا امكانية للوصول للمعلومة بشكل مختلف عن الناس. زمايلنا المراسلين والمراقبين في الجهات الحقوقية المختلفة بيبقى عندهم اتصال مباشر مع الجماهير في المحافظات خارج القاهرة والاسكندرية. احنا مشكلة يعني النخبة المثقفة كما تسمى يعني في مصر ان هي بتستطلع المشهد في مصر متصورة في مخيلتها القاهرة والاسكندرية، وده غير صحيح تماما. يعني خلينا اقول لك على يعني اللي احنا عرفناه، ان يعني الفريق احمد شفيق طرح تماما من ذهنه مسألة القاهرة والاسكندرية تماما، وكان الفترة اللي فاتت شغال بشكل خرافي على الجراس روت زي ما بنقول، اللي هو القواعد المجتمعية في المحافظات البعيدة والصغيرة. انا عايز اقول لك ان نسبة ضخمة جدا من المحافظات اللي بتعتمد على السياحة كان يعني توجهت بشكل لا يحتمل الشك للفريق احمد شفيق لاعتقادهم بان هو اللي هيعيد كافة الديزان للتوازن، وان حكم ديني او وجود مرشح اذا كان ابو الفتوح اذا كان معتدل او حتى اذا كان محمد مرسي الممثل لجماعة الاخوان المسلمين هيؤدي الى نفور وهروب الفرص السياحية و مدفوعين بهذا الخوف على لقمة العيش والرزق والنظرة، وهذه النظرة يعني لان حين النهاردة وموضوع بكرة هي دي. وهنا نجاح حملات المرشح في ان تلعب على هذه الاوتار، واعتقد ان هذا مباح لها ولا يعني غير محرم يعني. اشكرك جدا الصحفي عماد سيد مدير محتوى الكتروني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. استاذ محمد محي، هل لك تعليق على ما ذكر الاستاذ عماد وخاصه في ان احنا يعني نسال على التوصيف الديموغرافي وتدخله ما بين الريف والحضر، ولماذا الريف كان اكثر دعما لشفيق مثلا من مرسي؟ والله هو اعتماد يعني انا في رايي، ويمكن رصدنا وكان في حوار بيني وبين الاستاذ ايمن قد الهوى بنتحدث عن كيفيه التصويت وما هي اتجاهات التصويت، هو اعتمد بشكل واضح جدا على قواعد الحزب الوطني السابق، اعتمد على شخصيات معروفه ونواب سابقين هم كانوا قواعده في المحافظات، وهم عندهم قدره على حشد انصارهم وخبرتهم السابقه، هي دي كانت القاعده الاساسيه اللي هو تحرك خلالها. اعتمد ايضا انا على خلاف بقى على ان هو مع الاستاذ عماد طبعا مع كامل احترامي وتقديري لشخصه، لكن هو ما اعتمدش على المحافظات الصغيره، بالعكس هو لما هتراجع هتجد انه خد اكبر محافظات تصويتيه، يعني راجع التقارير الصغيره بالقال الاقليميه، يعني ما ركزش على القاهره واسكندريه، لكن ركز على مثل المنوفيه والغربيه اللي هي هو ركز عامل فرق تصويتيه عاليه جدا عن المركز الثاني. لاحظ ان هو خد في الشرقيه، اعلى الاصوات رغم انها بلد محمد مرسي. صحيح. خد في الدقهليه اعلى الاصوات، ودول كتلتين تصويتيتين كبار جدا، يعني بنتكلم عنهم
والى جانب المنوفيه اللي ذكرها طبعا الاستاذ ايمن، هتجد ان هو قدر ياخد المحافظات الكبيره تصويتيا والقدر الكبيره تصويتيا اللي تعوضه عن القاهره وتعوضه واضح عن اسلوب الدعايه. يعني سيكون هو صاحب الكفه الراجحه في المرحلة المقبلة. نعم. يعني هل هنا صفحات التواصل الاجتماعي أم الفضائيات أم التربيطات المباشرة بين الحملة وبين الجمهور هي الأكثر تأثيراً في الفترة القادمة؟ في تقديري هو الأخيرة اللي حضرتك ذكرتها ما يتعلق بالتواصل المباشر ما بين حملات المرشحين والشارع، لأن ببساطة شديدة لو شفنا تركيبة الناخبين وتركيبة الأصوات اللي نجحت أو اللي نجح في الحصول عليها المرشحين الاثنين أو الثلاثة الأوائل هنلاقيهم بعيدة عن جمهور الفيسبوك والتويتر. يعني إحنا برا القاهرة زي ما حضرتك تعرف يعني الإنترنت مش منتشر، وحتى اللي فيه إنترنت ما عندوش قدرة مالية وما عندوش قدرة تعليمية وخلافه. بس أنا خليني في مسألة مهمة الحقيقة يعني خطرت لي دلوقتي، وهي إشكالية قانونية باعتباري مراقب والجزء القانوني شوية بهتم بيه. أحد المرشحين اللي حاصل على المركز الأول أو الثاني، ده اللي هنشوفه بالنتائج الرسمية، اللي هو المرشح أحمد شفيق تحديدا، قد ينطبق عليه قانون العزل إذا ما وافقت أو أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بدستورية هذا القانون. هذا القانون حتى الآن لا نعلم إن كان دستوري أم لا، خرج عن مجلس الشعب، أحالته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية ولم يبت فيه. هيكون السؤال القانوني ماذا لو بت بدستوريته؟ ماذا سيصبح الوضع لو كان هذا الرجل هو رئيس الجمهورية؟ لا هنعمل ايه؟ لا لا ده انا حابب ازيد لك حاجه كمان. لا 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 ده انا هقول لك على هذه حقيقه قانونيه. لا ده انا هقول لك ده انا هقول لك الكلام ده لسه لا ما زال قائما طبعا. ده انا هقول لك اتكلم على وضع راهن استاذ ايمن. ده انا هقول لك على مفاجاه ثانيه. ده الحقيقه. هنعمل ايه؟ طب خلينا في المفاجاه الاولى بس، يعني ماذا لو طب اجيبني كرجل قانوني يعني معني بهذا الامر. قدامنا حاجه من الاثنين، لا يطلع المجلس العسكري يعمل لنا اعلان جديد. طيب يعني وانا استعملت حركه اليد يعني يعني لا 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 مش فاهم، انا اقصد السحر القانوني. في مساله في القانون، ويعني اساتذتنا في القانون وخبراء القانون بيقول القانون في اساسه ليس في مجرد مقاعده عامه مجرده وخلافه، هو تعبير لاراده شعب كيف ينظم حياته السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه بطبيعه الحال. احنا في مصر عكسين الحكايه، احنا في مصر بنفصل القانون على الواقع اللي عندنا. فدوت اللي هيحصل ان احنا هنفسر لها، هنوجد لها بقى، ان كان المحكمه الدستوريه يقول لك ما اعرفش، او اللجنه تقول مش عارف ايه، او المجلس العسكري يطلع قانون، او مجلس الشعب. المفروض عشر الترزيه ده انتهى بالثوره المفروض يعني. طيب استاذ محمد قلت هناك مفاجاه اخرى الى جانب هذه المفاجاه. نعم. انت عندك الاثنين مرشحين حاليا لخوض الاعاده مهددين بالسجن طبقا للقانون الانتخابي. الاثنين مهددين بالسجن بسبب مخالفات، الاثنين محال اليهم بلاغات للنيابه العقوبه فيها السجن. فماذا سيحدث إذا سجن رئيس الجمهورية؟ هنستنى لما يخلص مدته إن شاء الله ويخرجنا بالسلامة عشان يحكمنا بعد ما يخلص المدة بتاعته؟ الاتنين مهددين بالسجن، في فعل ارتكبوه بنفسهم، عشان ما يبقاش إيه، إحنا ما بنتكلمش عن المخالفات اللي ارتكبها الأنصار، بنتحدث عن قيام الاتنين بأفعال بشخصهم. إيه هي المخالفات ذكرنا؟ المخالفة الأولى كانت لمحمد مرسي إنه ذهب إلى إحدى الجامعات، جامعة المنصورة تحديدا، وعقد مؤتمر بها، وهذا الأمر محال إلى النيابة وتحقق فيه إلى الآن. المؤتمرات الصحفية اللي عقدت خلال اليوم الانتخابي الأول خالفها هؤلاء المرشحين، وطبقا لقرار اللجنة سيتم إحالتها. المرشح أحمد شفيق كان له إعلان في جريدة قومية لمدة يومين خلال فترة الصمت الانتخابي، وكل هذه الأمور محالة للنيابة العامة، والعقوبة فيها تصل إلى السجن عام على الأقل. يعني طب تخيل لو احد هؤلاء المرشحين حكم عليه بالسجن، او حتى عوقب واسم جنائيا بانه حكم عليه بالغرامه، دي في وقتها يعني بمنطق الترزيه والاستاذ ايمن قال برضو ساعتها هيطلع حد قانوني ويقول لك احنا هنعمل زي، ناخد باعتبار ان قانوننا المصري مستمد في الاساس من القانون الفرنسي، ونعمل زي الدوله الفرنسيه اللي بتعلق تجريم وعقوبه رئيس الجمهوريه حتى انتهاء مدته. فبعد ما ينتهي مدته زي ما عملوا مع شراك حاجه كده اهوت من حوالي 3 4 اسابيع، وبعد كده نبقى نشوف هنلاقي ترزيه. لكن مش دي القضيه، مش قضيه احنا نلاقي ترزيه، قضيه احنا فعلا قمنا بثوره، احنا فعلا بنغير، ولا مجرد ان احنا عفوا في اللفظ يعني بنرقع قوانين ونحاول نجيب جزء من هنا وجزء من هنا عشان نمشي حالة. اعتقد في مسائل اساسيه لحد دلوقتي مش واضحه، مش واضحه. الجزء الثاني اللي خليني أكد عليه مهم الحقيقة جدا، وهو حقيقة واقعة،
هو مسألة فكرة الرضا وشرعية الصندوق. في النهاية لهذا الصندوق شرعية، ولهذه الأصوات التي اختارت من اختارت سواء أحمد شفيق أو مرسي أو خلافهم بكل تأكيد طيب لها كل الشرعية. لأننا مع الحدث الخبري دائما هناك بكل تأكيد نعم تقول نعم. يعني هي معنا على الشاشة الآن نعم. في النافذة الأخرى التحرير بيقول مش عاوزين فلول نعم، يعني هو في إشارة واضحة طبعا إلى نعم. الفريق أحمد شفيق نعم. يعني مدى شرعية هذه المظاهرات؟ تسمح لي أستاذ أيمن نغير شوية في الخطاب الإعلامي. المرشح أحمد شفيق فريق ده كان لما كان في الجيش خلاص، ما احنا بنقول الدكتور محمد مرسي لا لأنه دكتور في الجامعة المرشح محمد مرسي طيب هنا صح يعني العدالة ليس هذا تعليقا عليك شخصيا لا لا لا, لا, لا يعني بالعكس بالعكس تماما، يعني خلي الناس تتعامل معاه عشان ما يبقى بكرة رئيس جمهورية الرئيس فلان هو دلوقتي المرشح فلان وليه كل الاحترام يعني نعم. المسألة ملهاش علاقة بالاحترام من عدم وليه طيب طب بنتحدث عن شرعية هذه المظاهرات في هذه الأونة. هو التخوف يعني هو التخوف من ايه؟ التخوف من عدم الرضا عن النتائج العملية الانتخابية، وده أمر غير يعني أعتقد في الديمقراطيات المستقرة أمر غير مقبول، لكن احنا حطينا نفسنا بايدينا في هذه الاشكاليه. وانا صريح مع حضرتك ان من صنع هذه الازمه هو البرلمان المصري. البرلمان المصري كيف؟ تقاعس عن اصدار القانون العزل السياسي ثم اصدره بمناسبه معينه وهي نزول عمر سليمان الانتخابات، فصنع لنا هذه الازمه قبل اجراء العمليه الانتخابيه. يعني خلينا نكون واضحين ان هذه ازمه صنعت والان نحن نعاني منها. نتائج العمليه الانتخابيه كان يجب احترامها وحتى قبل اعلانها، لكن دي خطوه استباقيه. طب هذه الخطوه من الممكن ان تتفاقم استاذ ايمن؟ ده الشارع يعني ما حدش عارف رد الشارع بالفعل. يعني احنا سمعنا بعض التصريحات لا ادري مدى صحتها ان لن تكون هناك فرصه لشفيق ان يؤدي القسم الدستوري يعني لرئاسه الجمهوريه. لا بكل يعني انا خلينا نتكلم يعني اذا كنا فعلا عايزين نبني بلد بجد واذا كنا بنتكلم في قانون بجد، اذا هذا الرجل نجح بالصندوق فهذه شرعيه لها احترامها حتى ولو بفارق صوت واحد عن من يليه. مساله محسومه ما فيهاش كلام كتير. يستطيع الشارع ان يعبر عما يريد، لكن ان يمنعه او خلافه لا، ما اعتقدش ان دي كده مش هنتقدم كده مش هنتحرك. في شرعية احنا راضينا بيها وهي دي الشرعية المتعارف عليها انسانية مش بس في مصر، في الدول المتقدمة والنصف متقدمة وحتى دول العالم التالي، ان الصندوق هو الحكم. وزي ما قلنا في البداية وكانت مسألة مهمة، ان هذا الصندوق في هذه الانتخابات الرئاسية لم يزور صوته، ومن ثم هنالك شرعية لهذا الصندوق. هنالك فيه اعتبارات سياسية دايما وهي الجزء الخاص بيه، بس دي تعتمد على الرئيس القادم أي مكان مين، على مسألة النسب التي حصل عليها المرشحين. يعني احنا النهاردة ما بنتكلم في النتائج غير الرسمية، بنتكلم في حد جاب 27% وحد جاب 25% وحد جاب 30%. هذا يعني أن هؤلاء المرشحين بأفكارهم وبطياراتهم لهم تواجد جيد لابد على الرئيس القادم أن يحتويه ويضعه في الاعتبار ويكله نوع من المشاركة. ده ما يسمى بالشرعية السياسية، ده موضوع مختلف. نعم أستاذ محمد، أنا شايف أن لابد احترام نتائج العملية الانتخابية لأنها كما أجريت وكما هو واضح كان بها بعض الخروقات التي لا تصل إلى حد تغيير النتائج. إذا كنا نريد أن نصنع شرعية فهذه الشرعية تصنعها الانتخابات وتصنعها هذه الآليات، ولا يجب الخروج على هذه الشرعية. إحنا مش عايزين ندخل في دوامة، لأن النهاردة بنقول الشارع، مش عايزين يبقى في شارع موازي لهذا الشارع، مش عايزين تخرج مظاهرات أخرى مؤيدة وهيكون ليها الحق بقى. يعني هيكون ليها الحق وهيكون ليها الشرعية في أنها تخرج مؤيدة لأنها بتأيد وضع شرعي. من كان يريد المناصرة كان قدام الصندوق الانتخابي، كنت تستطيع المناصرة فيه وتستطيع الدفع على هذا في جولة الإعازة مع أو ضد. يعني أنا مش بتكلم على حد بعينه عشان ما نبقاش متحيزين لأشخاص، لكن مع أو ضد. أما فكرة أن تجرى عملية انتخابية وفقا لقواعد ارتضاها الجميع قبل إجراءها وإلا ما كان شارك فيها ثم بعد ذلك لا ترتضي هذه النتائج، لا، ده أمر خطير، ده موقف ممكن يجرنا لانقسامات خطيرة جدا في مصر. فكرة استخدام الشارع بعد إجراء عملية انتخابية في مرحلة انتقالية ده أمر خطير جدا يهدد بانقسام هذا الوطن. طب هناك من يقول أن الصفقات هي كلمة السر في مرحلة الإعادة. دي السياسة أستاذك، دي السياسة، ده طبيعي، ده طبيعي. طب الصفقات إيه السيناريوهات المتوقعة لهذه الصفقات؟ ليس لمثلي طبعا، أنا أعلم لك ليس لمثلي الحديث عنها، لكن بكل تأكيد خليني أسميها في احتواء مجموعة المرشحين والشرعيات اللي موجودة في الأرض، في احتواء 25% تقريبا اللي حصل عليهم حد زي حمدين صباحي، في اعتبار تقريبا 23% أو 22% حصل عليهم أبو الفتوح. طيب يعني احنا مثلا سمعنا أن هناك من أعلن دعمه للدكتور مرسي من الآن. نعم. يعني هل من الممكن لو احنا اعتبرنا أن المعادلة ثورة أو لا ثورة؟ نعم. يعني شفيق أو مرسي
مرسي حتى لو كان هناك رافضين له من القوى الثورية، لكن هو الآن يعتبر في نظرهم ممثل للثورة. هل من الممكن أن تتحد هذه القوى التي كانت متنافسة بالأمس ضد من يقولون أو يصفون أنه فلول؟ والله لو إحنا بنلعب سياسة، السياسة فيها كل حاجة ممكنة. أنا ضد مبدأ في أو كلمة الصفقة نفسها نحن بنعتبرها شيء عيب. سياسة قائمة على الصفقات السياسية. وده يعني حاجة طبيعية جدا في السياسة، ما اعرفش احنا نسميها مؤامات مؤامات عشان مؤامات مشبوهة يعني بقى. صح يعني طالما اللفظ اتعمل أزمة في مصر مؤامات وده طبيعي في كل حتة في الدنيا. يعني كيف تضر البرلمانيات في الدول الديمقراطية إذا لم يحصل أحد على الأغلبية؟ هو في نهاية الأمر بيقوم بهذه المؤامات، بيدخل في تحالفات مع أحزاب صغيرة كي يصل إلى النسبة التي تمكنه من صنع حكومة أو وضع حكومة. والتحالفات اللي موجودة في العملية الانتخابية ده أمر ما أعتقدش أنه في أي إشكالية ولا غضاضة على أحد المرشحين أو على أحد الاتجاهات أنه يقوم به. وطول الوقت يعني ده المفروض يكون طول الوقت. في نهاية الأمر هدف كل حزب سياسي أو تيار سياسي هو الوصول للسلطة. ده المفروض يكون ده اللي بيلعب عليه رقم واحد. رقم اتنين في طريق وصوله لهذا الامر هو مباح لكل حاجه طالما بطريقه مشروعه نظمها القانون. ما تخالفش قانون خلاص، تعمل مؤامرات زي ما انت عايز، تقدر ان انت طول الوقت تتحالف تحالفات اللي انت تقدر تكونها، لكن في نهايه الامر الحكم على هذا كله هو الشعب، هو الصندوق الانتخاب يقول رايه فيه. انا حزين ان نسبه التصويت منخفضه وتقل كثيرا عن الانتخابات البرلمانيه. كنا نتمنى ان تكون نسبه التصويت اعلى من النسبة اللي احنا رصدناها. هناك من الدلائل ما يشير الى ان نسبة التصويت ستقل ايضا في الاعادة، لان هناك من سيقف في منتصف المسافة بين مرسي وبين شفيق. هناك من كان يرفض الاخوان ويرفض من يسميهم الفلول. فمن الممكن الا يذهب الى التصويت. انا متفق مع حضرتك وليها اسباب اخرى كمان. طبيعه الجولات الثانيه والاعاده دايما بيبقى التصويت فيها اقل مثلما حدث لان في هناك مرشحين اخرون لا نعلم اذا كانوا هيأيدوا احد الطرفين او لا، او اذا كان ناخبينهم هينزلوا. فده طبيعه الاشياء، طبيعه اي جوله اعاده هو اللي بتقل. لكن مساله هنا نسبه التصويت يمكن اتكلمنا في البدايه هي فكره شرعيه هذا الرئيس القادم. انا محتاج وبقول للناس انزل عشان تدي شرعيه بصرف النظر عن مين تدي، ده شمال او يمين دي بتاعتك. وخليني اجاوب على سؤالك بطريقه غير مباشره مره تانية، ثوره او لا ثوره، المساله واضحه جدا في جوله الاعاده. اذا كانت ما بين مرسي وشفيق فالمساله واضحه تمام الوضوح، ليست في حاجه الى الاشاره اليها، ولا يبقى احنا عندنا اشكاليه في النظر. المساله في منتهى الوضوح. اسمح لي انا مش قادر اقول الاسماء عشان بس احافظ على الوضع القانوني. الجزء الثاني المهم في مساله الشرعيه اللي بقول لحضرتك عليها ديت، ان 50% انا احنا من اللي رصدناه لو وصلنا ل 40% مشاركه فهذا رائع. اللجنه فيما يبدو في الارقام غير الرسميه اللي صدرت حتى الان نتحدث عن ما يقارب ال 50%. هذا يعني ان هنالك نصف عدد الناخبين لم يشاركوا في هذه الانتخابات بتاتا، مش فكره مع مين، ايا ما كانت اسبابهم. هذا يعني ان هذا الرئيس القادم بنتكلم على شرعيته في حدود 25% على أقصى تقدير من الناخبين في مصر، يعني عمليا من شعب مصر أقل من 20%. المسألة في منتهى 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 الأهمية. عشان كده ما بقول لحضرتك مسألة أنه يحتوي أفكار التيارات الأخرى وفكرة المشاركة هتبقى دي حلنا. ده لو ما حصلش هيحصل إيه؟ الحل ورانا. طب احنا هتقابلنا إشكالية وهي يوم 2 من الشهر القادم. نعم. وهي الحكم على مبارك. هل ممكن دي أن تؤثر في المشهد بشكل أو بآخر؟ النطق بالحكم على مبارك تؤثر في المشهد. الإعلان الدستوري الذي نحن نترقبه من المجلس العسكري سيؤثر في المشهد. يؤثر أيضا في الاثنين. نعم. هيأثروا في المشهد. كيف يؤثر؟ بالسلب أو بالإيجاب؟ بالسلب في أي حالة؟ أو بالإيجاب. طيب. حسب ما سيحدده من صلاحيات لرئيس الجمهورية القادم، ماذا سيضع له من صلاحيات. على فكرة بس أنا ضد فكرة أن الرئيس ملوش صلاحيات الآن، لأن ده موجود ومحدد في المادة 25 من الإعلان الدستوري، موجود له صلاحيات، لكن احنا عايزينها أكثر تفصيلا يعني. فمن الجائز أن تصدر بها إعلان دستوري كما سمعنا خلال الأيام القادمة. ما هي تفصيلات الإعلان الدستوري في أي اتجاه سيأخذنا هذا الأمر؟ الحكم على الرئيس السابق محمد حسني مبارك أعتقد أنه سيكون خط فاصل وعامل مؤثر في جولة الإعادة، لأنه في كل النتائج التي سيصدر بها الحكم سيؤثر في العملية الانتخابية، سواء كان الحكم يعني بالإعدام أو كان الحبس لسنوات طويلة أو عدم إدانة بشكل قاطع. خلينا نتحدث في هذا الأمر. في كل الأحوال سيكون له تبعات ستنحصر وستؤثر بالتأكيد في العملية الانتخابية.
ودي امور كلها لابد من. هل ممكن توقع هذه التبعات يا استاذ ايمن؟ يعني في حاله هو في احتماليه ثالثه. لا في احتماليه ثالثه مؤجل مد اجل الحكم هو ممكن يؤجل. طبعا يعني طبعا يعني طبعًا. هذا الموعد ليس نهائي في لا هو نهائي بتاعه. لكن تستطيع المحكمه انها تيجي يوم 2 يونيو وتقول مد قررنا لم ناخذ وقتنا لدراسه الدعوه وخلافه ونحتاج لا لا مالهاش ما تتكلمش تتكلم عن السياسه ولكن نحتاج لمزيد من الوقت ثم تحدد جلسه اخرى لاحقه. وهنا بقى هنبقى دخلنا في المؤامات السياسيه اللي دخلنا اللي ندخل فيها القضاء. انا في تقديري ان السيد المستشار رئيس هذه المحكمه الجنائيه المحترم جدا اخذ قراره بتوقيته واللي في تقديري ما كانش باصص فيه لاي توقيتات انتخابيه او سياسيه وهو في هذا محق وقاد عادل عليه ان يصدر هذا الحكم ايا مكان ايا مكان بعيدا عن التاثر بالمشهد السياسي تماما تماما ولا الراي العام ولا ضغوط تمويل اجنبي تاني بقى ونخش بقى في مشاكل تانية والا حقيقي احنا يعني الـ 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 يعني الـ هقول ايه مستوى لكن الثقه لكن هل 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 يعني القضاء ينفصل هذا الانفصال التام عن البعد القومي والامن القومي اذا صح يعني يعني ماذا لو كان هذا النطق بالحكم سيؤثر على البلد كاملة في البعد القومي والأمني بكل تأكيد ألا يجوز أن يتأثر القضاء بهذه النظرة مثلا كل الأحوال ولا يبقى خروج عن النص القانوني لا ده خروج عن النص القانوني لأن في كل الأحوال الحكم حتى لو صدر بعد الانتخابات الرئاسية أيضا الأمن القومي هيتأثر نفس الفكرة سواء مع أو ضد وكون مين الرئيس اللي موجود لكن أنت أنت خرجت من الأول فكرة أن القضاء أصبح يخضع للمؤامات ويخضع للتوجيه ده مش عايزين مش عايزين ان احنا يمثل القضاء بهذا الامر عايزين القضاء يكون مستقل هو حدد الموعد الخاص باصدار الحكم وكان يعلم ان هذا الموعد قد يتقاطع او قد يصطدم بالعمليه الانتخابيه هو حر تماما في هذا الامر فكره استقلال القضاء تقضي علينا ان احنا ننتظر حكمه ايا كان مش بنصادر عليه في انه يؤجل قد يرى ان هناك موجبا للتاجيل لكن يكون هذا الموجب موجب قضائي بالنسبه له قضائي. انه يحتاج الى دراسه القضيه بعيدا عن المشهد بعيداً ايضا عن المشهد تمام. ايضا هو حر في هذا الامر في دقيقه نعم. واحده استاذ ايمن هو السؤال الاخير فضل. يعني موضوع اليه اعلان النتائج نعم المفروض الحد الاقصى يوم الثلاثاء القادم نعم. هل هذه الاليه تسير بوضوح وشفافيه حتى الان فيما يبدو نعم فيما يبدو نعم وان كان لنا نوع من التعليق على انه يعني فيما يبدو اللجنه لجنه الانتخابات رغبه في مزيد في الشفافيه يعني سمحت بدخول العديد والعديد من الافراد لبعض لجان الفرز وده الحقيقه يعني خلى الصوره زي ما احنا كانتش حلوه الصورة مش جيدة جدا هذا العدد كبير جدا كان من البداية وبالقانون وبقرارات اللجنة أن القاضي يسمح بدخول مندوب المرشحين والمراقبين فقط لكن من دخلوا آخرين خلت المسألة مسألة صعبة شوية ربما أدرت بذل لكن هي يعني على الرأي العام طمأنت المواطنين أو جموع المواطنين أنا أخشى أن ده بتعمل نوع من البلبلة لأن لو النتائج الرسمية جت ظهرت قبل يوم الثلاث بصرف النظر ممكن هي معها حد أكثر حد يوم 28 لكن تستطيع الغد لو أنها تجمعت لديها كل أو وصلت لديها كل الأرقام من اللجان العامة واللجان الفرعية هيبقى السؤال الفرق ما بين ما أعلن إعلامياً وما سيعلن رسميا قد يثير هذا البلبلة عشان كده هيبقى حلو الإسراع في صدور النتائج رسميا شكرا جزيلا أستاذ أيمن سرور الخبير الدولي لمراقبة الانتخابات كما أشكر أستاذ محمد محيي مدير حملة حرة نزيهة يا رب حرة ونزيهة لحد النهاية إن شاء الله شكرا جزيلا إن شاء الله شكرا لكم مشاهدي الأعزاء بعد الفاصل تتواصل التغطية الإخبارية فابقوا معنا